فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أما أن يخترع الإنسان من عنده ويجتهد من عنده كأحوال بعض أئمة المساجد، خصوصا في وقتنا هذا لما كثر التعالم وكان من الأئمة من هو حديث حدث الأسنان، صاروا يغيرون في الصلوات حسب رغباتهم، ويشقون على المأمومين ويتعمقون في القراءة والترتيل والتمطيط والغنة والإدغام وتقطيع الآيات وتكرارها حتى يشق ذلك على المأمومين، أو يرفعوا الأصوات بمكبرات الصوت زيادة على الحاجة، أو يضعون الصدى حتى إنك لا تسمع ما يقرأ القارئ من اختلاط الصوت بعضه ببعض ومن صدى المكبرات، فتصبح كأنك في إمعة أصوات عديدة لا تدري ماذا تقول. فالواجب على أئمة المساجد هداهم الله أن يتقوا الله وأن يؤدوا الصلاة الجماعة، لأنها أمانة في ذمتهم، والذين خلفهم رعية لهم، فيجب عليهم أن يراعوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.